بسم الله الرحمن الرحيم، راح نبتكر طريقة نستعيد عنها عن الشمع، لأن الشمع غالي هالأيام، وصار الشمع ب15 ليرة، وكيس الشمع كان حقه 75 صار ب200 ليرة. فلذلك بصراحة ما أنا اخترعت هاي الطريقة، بس عمي علمني إياها، فحبيت أنا أنشرها مشان يستفيد منها الناس، لأنه هذا النظام لابن الحرام ما بس قتل اولادنا واهلنا ودمر بيوتنا وغلى الشغلات الاساسيه علينا وقطع الكهرباء. وطبعا الكهرباء عم تشتغل من اصل 24 24 عم تشتغل ساعه و23 فيه. لذلك راح نرجيكم هاي الطريقه الحلوه. زيت، اي نوع انواع الزيت، زيت القلي، حتى اذا استعملنا زيت مقلي سابقا وبدنا نكبه ممكن كمان نستعيد عنه. زبدية، يفضل تكون زبدية شفافة بيضة صفراء حمراء حسب اللون الضوء اللي بدكم اياه. محرمة أو قطمة بيمشي الحال، وابدأ احطها عشان اشعل الشمعة اللي بدنا نخترعها هلا. أول شيء بناخذ الزيت بنسكبه بالزبدية يعني قدر سم تقريبا، ونجيب القطمة أو المحرمة من ضبة هيك بحيث تكون تقعد كلياتها تطمس بقعر الزيت كلياتها تغرق، ما عدا قسم معين نحن من النص بنعمله هيك نتوء خارجي. يفضل يكون هذا النتوء الخارجي طبعا بيطلع خارج الزيت، وهو اللي يعتبر الفتيلة اللي بده يشعل طبعا ما القنبلة، الشمعة اللي بدنا نتنور فيها هيك، ونطمسه كله بالزيت هيك ما عدا هذا القسم اللي طالعنا لفوق. طبعا هذا القسم طلعنا لفوق شوي هيك بنعمل له بلة صغيرة هيك بالزيت عشان يشعل معنا. طبعا هاي الشمعة بتضل شغالة لينشف الزيت على الأخير، ادعوا لنا.